أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قال مصدر طبي إن مدنيين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في الاشتباكات التي وقعت بين عدد من الفصائل المسلحة وسط مدينة تعز وفي ريف المحافظة. أفادت مصادر محلية لقناة بلقيس بمقتل مدير أمن مديرية المصراخ بعد قتله لمدير قسم شرطة نجد قسيم محمد عبد الله يحيى مع أربعة من مرافقيه في اشتباكات اندلعت في المديرية. أضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بين أفراد الأمن التابعين لمدير أمن المديرية ومرافقي مدير شرطة نجد قسيم. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: ما هي أسباب وخلفيات هذه الاشتباكات وإلينا يمكن أن تنتهي الأمور، وما هو دور قيادة الجيش الوطني في التصدي لحالة الانقسام التي تضاعف من مأساة تعز. إذن انقسام حاد واقتتال بين فصائل من المقاومة الشعبية بدأت في مدينة تعز ووصلت إلى ريف المحافظة الغربي، والنتيجة سقوط العديد من القتلى والجرحى بينهم قيادات في الأجهزة الأمنية. من جانبها أعلنت قيادة محور تعز عن حملة لضبط الأمن مكونة من أفراد وقيادات في كل من اللواء 35 مدرع و22 ميكا و170 دفاع جوي، وهو ما يكشف عن اتساع إطار الأزمة وصعوبة احتواء الموقف. نذهب لمتابعة هذا التقرير حول موضوع هذه الحلقة ومن ثم نبدأ النقاش. وكأن ما تفعله الميليشيا بتعز من قصف ودمار وقتل للمدنيين لا يكفي هذه المدينة المكلومة حتى تصاب بسوء ممن يفترض بهم الدفاع عنها وحفظ الأمن فيها. ربما هذه الجمل هي لسان حال كل متابع لما يجري في مدينة تعز من صراع واقتتال بين فصائل ممن يسمون أنفسهم بالمقاومة الشعبية. تقول أطراف عدة أن الصراع الحاصل له بعد اقتصادي ويغذيه الانقسام الحاصل بين أطراف سياسية، ذلك في المجمل. أما في التفاصيل فإن جولة جديدة من المواجهات بين أفراد من كتائب أبو العباس ومسلحين يقودهم غزوان المخلافي اندلعت ولا زالت مستمرة وسط المدينة وسوق تيلوكس، والنتيجة قتل من المدنيين وآخرين من المسلحين. عدوى الاقتتال وصلت إلى أرياف المحافظة التي شهدت هي الأخرى مواجهات بين أطراف من المقاومة الشعبية على ضرائب أحد الأسواق أسفرت عن مقتل خمسة من رجال الأمن. وأمام كل هذه الأفعال اللامسؤولة تقف قيادة المحور دون أي دور لإيقاف هذا العبث المستشري في المحافظة الذي لا يخدم سوى الانقلابيين. نبدأ النقاش مع قائد اللواء 22 ميكا العميد صادق سرحان. أهلا بك سيادة العميد. طيب إذن إلى حين يتم تجهيز الاتصالات مع ضيوف هذه الحلقة من تعز، نذكر فقط بموضوع هذه الحلقة هو متابعة لما يحدث اليوم وشهدته مدينة تعز من حالة اشتباك سواء في داخل المدينة أو أيضا في ريفها في الجانب الغربي والتداعيات التي أسفرت عن ذلك ومناقشة آخر التطورات والبحث في أسباب ما حدث وخلفياته ولمصلحة من يحدث وما الذي تم من إجراءات من قبل الأجهزة الأمنية. سنحاول التواصل مع القائم بأعمال مدير شرطة محافظة تعز محمد المحمودي وأيضا قائد اللواء 22 ميكا العميد صادق سرحان والناطق باسم كتائب أبو العباس عبد الرحمن صالح. آخر التطورات الواصلة من تعز تتحدث عن تسليم غزوان المخلافي أحد أطراف ما حدث في تعز إلى الشرطة العسكرية بعد تشكيل لجنة أمنية مكونة من اللواء 170 دفاع جوي واللواء 22 ميكا وأيضا اللواء 35 بعد اجتماع لقائد محور تعز العسكري اللواء خالد فاضل. وأسفر هذا طيب الآن ينضم إلينا من تعز صادق سرحان العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا. أهلا بك سيادة العميد. حياكم الله. أهلا وسهلا بك. بداية ما الذي يحدث في تعز ولماذا هذا السيناريو المتكرر دائما وحالة الاقتتال الداخلي بين فصائل المقاومة؟ هذا فعلا يعني المشاكل تحدث في تعز بين الآن يعني فترة وأخرى، يعني مشاكل فردية وبعضها بعض الخلافات بين أفراد كذا، لكن إن شاء الله بيتم احتواء اي مشكله تحدث ونعمل جاهزين على احتواء كل المشاكل ان شاء الله نعاني منها فعلا يعني. والان يعني اصبحت يعني ان شاء الله بيكون الامور احسن مما كانت سابقا مع وجود الوحدات العسكريه والشرطه العسكريه. ف
فالامور هذا فعلا يعني تؤرقنا كثيرا. طيب سبب الخلاف، سبب مشكلة اليوم ما هو؟ يعني لا مشكلة أمس والأمس، يعني كان خلاف بين أفراد من أصحاب أبو العباس والغزوان، وحصل مواجهات يعني في ضرب نار على السوق، على الأسواق، على يعني مشاكل هذه الأولى يعني. طيب ما علاقة اللواء 22 ميكا وكتاب أبو العباس، ما علاقتكم بالسوق؟ علاقة اللواء فقط انه هذا الغزوان يعني يعتبر يعني مجند مجندين اللواء، يعني هذا العلاقه احنا ما لنا اي ضغط اي مشاكل يعني من هذا النوع، ومستعدين نضبط اي احد مخالف نوصله الشرطه العسكريه. ارغمنا الاطراف اللي كانوا الغزوان واصحابه يعني على وصول الشرطه العسكريه والامتثال للتحقيقات والمحاكمات اي اخطاء، والطرف الاخر يعني بالمثل ضروري يقابل وتحل المشكله يعني. لكن غزوان ما زال تابع وفرد للواء 22 ميكا، والتساؤل الذي يطرحه الناس الان والمواطنين، ما علاقتكم كجيش وطني كمعسكرات يعني قوات تساهم في تحرير مدينه تعز، ما علاقتكم بالايرادات والاسواق الشعبيه؟ لماذا لا تذهبوا الى الجبهات؟ طبعا بالنسبه لكل افرادنا بالجبهات يعني ما في الا ضبط الا الانفلاتات، فهذا احنا يعني نعمل على ضبط بعض الافراد المنفلتين، لكن القوه الرئيسيه بالكامل في الجبهات، واحنا لازلنا في طور تشكيل الوحدات العسكريه ال 22 وغيره يعني. فان شاء الله هذه الجبهه تنتهي نهائيا لكي تسلم الى جهات رسميه يعني حتى يكون الناس بعيدين من المشاكل يعني. طيب نشرك معنا في النقاش عبد الرحمن صالح الناطق باسم كتائب ابو العباس، اهلا بك اخ عبد الرحمن. اهلا وسهلا بك كريم، حياكم الله. روايتكم لما حدث في تعز، لما شهدته مدينه تعز باعتباركم طرف فيما يحدث. اخي الحبيب، اولا نحن لسنا طرف، نحن معتدى عليه. أما قصة ما يقال بأن القضية التي حدثت سببها إيرادات السوق وما شابه ذلك، نحن لا علاقة لنا بما يحدث في هذا السوق، في سوق ديلوكس، لا بإيرادات ولا أي شيء. قبل أمس حدثت مشاكل بين هناك كانوا يعملون كمقاوتة في السوق وبين غزوان المخلافي، ولم نتدخل فيها. اليوم طقم خاص بأبي العباس، الطقم الخاص بأبي العباس يمر في شارع التحرير الأسفل، فجأة يطلق عليه النار من قبل غزوان المخلافي، يصاب هذا الرجل الآن هو في العناية المركزة هكذا بدون أي أسباب. أي شخص طابع لأبو العباس يتم الاعتداء عليه من قبل غزوان وجماعته. أما أن يحول هذه القصة وتحول هذه القضية إلى قضية إيرادات سوق وما سوق، فهذا كلام عاري عن الصحة. نحن لو أردنا أن نمسك الأسواق لدينا في مربعنا كما يقال، مربع أبو العباس كما يقولون، في مربع أبو العباس توجد محلات للذهب، اسواق قاعات، اسواق خضار، نريد ان نتحصل ايرادات ونتحصلها بانفسنا. لكن لا علاقه لنا بهذا الامر لا من قريب ولا من بعيد، واقول كما قالها الشيخ اليوم ابو العباس، على السلطه المحليه ان تتوجه لاستلام هذا السوق، السلطه المحليه وليس فلان او عطان او علان، على السلطه المحليه ان تتوجه وتستلم هذا السوق حتى تقل هذه المشاكل وتقل هذه الفوضى في هذه المدينة. طيب تتحدث عن مربع أبو العباس وسيطرة ولا علاقة لكم بالإيرادات، لماذا يستمر هذا الوضع داخل تعز؟ لماذا تستمر تعز مقسمة مربعات وفصائل المقاومة تتجاذب فيها والمواطنين ضحية؟ لماذا لا يتم التركيز على الهدف المباشر تحرير المدينة؟ لماذا نذهب إلى هذا المنحى؟ يا أخي الحبيب، أنا أقول لك كما يقولون، هم يسمون يقولون مربع فلان ومربع علان. هذا المربع الذي يتحدثون عنه انه مربع ابو العباس، توجد فيه جميع الالوية. اللواء 22 متواجد فيه، اللواء 17 متواجد فيه، كتائب حسن متواجدة فيه، يعني ليس مخصص لابو العباس فقط، انما انا اقول لك كما يقولون مربع ابو العباس. طيب نشرك معنا العميد صادق سرحان، لديه رد وتعليق على كلامك. سيادة العميد تفضل. يعني بالنسبة لنا احنا نطالب الحكم المحلي والإدارة المحلية بسرعة
ضم هذه الأماكن اللي تعتبر إيراد أماكن إيرادات الدولة، ثلاثة يعني المربعات لأبو العباس لغطان لفلان لفلان، تنهي هذا بانتشار الأمني ويضبط أي واحد يعني يتعدى على الأماكن هذا، لأنه يعتبر جهة رسمية وللدولة ومصالح الدولة. طيب يا سيادة العميد، حديثك هذا قد يفهمه البعض أنه استخفاف بعقول الناس. تطالب السلطة المحلية المجردة من أي أدوات ضبط أن تقوم بضبط الإيرادات واستعادتها من قبل الفصائل المسلحة. أنتم كقيادة جيش وطني لم تستطيعوا ضبط غزوان المخلافي ويتبعكم، للمرة الثانية يتم القبض عليه ويتحرك بكل حريته، واستمعت إلى حديث الأخ عبد الرحمن صالح من تعز. هذا مستحيل، أنا ألخيت القبض عليه وعلى أصحابه وسلمتهم الشرطة العسكرية عندما كلفنا بأن بلغنا بالمشكلة، ألقينا القبض عليه، لجا إلى 170 لليوم 70 لحقتنا بعد نفسي يعني مع الأبرادة وبالقوة وسلم للشرطة العسكرية ليخضع للتحقيق والمحاكمة. طيب الآن بتسليم غزوان المخلافي للشرطة العسكرية، هل ستنتهي المشكلة أم ربما نشهد فصول أخرى؟ يعني أنا أعتقد أنه إذا الجانب الرسمي كان في واجبه كامل يعني ممكن تنتهي المشاكل أو يحط منها كثيرا، يعني بحيث أنه يعني الأطراف الكامل يضبطوا يحقق معهم الغلط اللي ارتكب جناية ضروري يتحاسب على جنايته بحسب الشرع والقانون، بحسب القانون يعني. فالقانون موجود ومعروف للناس كلهم، والحكم المحلي، الشرطة العسكرية، الوحدة العسكرية، كل واحد عارف ايش واجبه. احنا كقوات مسلحة من الآن لن نسمح لأي واحد يعني يعتدي في بالنسبة لأي إشكالات أو تخبطات. كنا صحيح كان الضعف موجود من قبل وجود المرتبات والإمكانيات، الآن احنا قادرين نضبط كل أحد في قطاع لواءه أو في وحداته ممكن ينفذ أمر لضبط الأمن. طيب أعود لعبد الرحمن صالح الناطق باسم كتاب أبو العباس، كيف تابعتم هذا التطور الأخير وتسليم غزوان المخلافي للشرطة العسكرية؟ هل بهذا الإجراء يمكن أن تنتهي المشكلة؟ وأيضا الأخبار تتحدث عن تشكيل لجنة مكونة من اللواء 22 و 170 و 35 مدرع بإشراف وتوجيه من قيادة محور تعز، بانتظار تسليم أشخاص يقال أنهم يتبعوا كتاب أبو العباس وهم طرف فيما حصل. أخي الحبيب، نحن مع وجود الدولة، نحن نريد أن تثبت الدولة سيطرتها على الأرض، لسنا ضد قيام هذه الدولة بمهامها. ما قامت به الآن هذه اللجنة الأمنية برئاسة الأخ وكيل المحافظة عارف جامل وبرئاسة الأخ العقيد خالد فاضل قائد المحور، طبعا جهد يشكر عليه، احتووا هذه اللجنة ولو كانوا تحركوا من الصبح لكان أفضل، ولكن هذا الذي حصل الآن أفضل من لا شيء. فنحن مع هذا الإجراء. هذا العمل الذي تم الآن، ألو تسمعني؟ أسمعك، وأنت تطرقت إلى نقطة مهمة، قلت أنكم أنتم مع تشجيع أن تقوم الدولة وتمارس مهامها ودورها في مدينة تعز، وهنا يبرز السؤال، ما الذي يمنعكم حتى الآن تسليم زمام الأمور والوضع وضبط الوضع الأمني للأجهزة الأمنية الموجودة داخل تعز لمحمد المحمودي ومن يعمل معه في شرطة محافظة تعز؟ لماذا حتى الآن التمسك بأجزاء من محافظة تعز، ولماذا كل الفصائل المسلحة لا تركز على المهمة الحقيقية لها استعادة مدينة وتحرير مدينة تعز ضمن معركة ضد الانقلاب واستعادة الدولة؟ لماذا لا تذهبون للجبهات؟ لماذا التمترس داخل المدينة؟ أخي الحبيب، أنا أظن أن جميع المقاتلين وجميع الألوية وجميع الفصائل والكفاءات موجودة في الجبهات، هذا الشيء لا ينقص من حقهم ولا نستطيع أن ننكر وجودهم في هذه الجبهات. أما قضية أننا لا نسمح فهذا شيء عاري عن الصحة. من قال أننا منعناهم من العمل؟ المجال مفتوح، يأتوا ويأخذوا ويمارسوا أعمالهم، وإن تم الاعتداء عليهم أو منعهم من قبلنا هناك سلطة محلية يمكن أن يقدموا بهذه الأمور إليهم وعلى ضوئها يتمتع حكم. أما اتهامات هكذا باطلة دون أن نراهم في الواقع هذا شيء غير مقبول. نحن كما قلنا وقالها الشيخ سابقا ومرارا، نحن مع وجود الدولة، نحن جزء من الدولة أصلا، نحن نمثل الدولة كمقاومة وكجيش وطني في اللواء 35، لا نمانع من قيام هذه المؤسسة الأمنية بأعمالها خالصة.
طيب أعود للعميد صادق سرحان. طيب أعود للعميد صادق سرحان. إذن سيادة العميد، كما استمعت لحديث الناطق باسم كتاب أبو العباس عبد الرحمن صالح، يقول هم مع موضوع استعادة الدولة وممارستها لمهامها وضبط الأجهزة الأمنية. حتى الآن ما الذي يمنع أن تقوم الأجهزة الأمنية داخل تعز بمهمتها وتكون هي المكلفة بهذا الموضوع؟ لماذا حالة الانقسام الموجودة؟ لماذا لا تسحب الكتائب والفصائل المسلحة من داخل المدينة؟ بالنسبة للجهات الأمنية لحد الآن إمكانيتهم لا تسمح لهم بالسيطرة بحسب يعني الوضع الحقيقي، إنه لا ليس لديهم أي إمكانيات للسيطرة على المدينة بشكل عام، وهذا يعني يعتبر مشكلة كبيرة. يعني المفروض إنه يدعم الأمن والشرطة العسكرية الإمكانيات التي تمكنه من السيطرة وإداء الواجب بشكل دقيق، وأيضا قيام الأجهزة القضائية بمحاكمة أي عناصر خارجين عن القانون. هذه إجراءات يعني ضروري تتم من أجل السيطرة وضبط الأمن ومنع تهاترات في داخل المدينة، وأيضا إخراج الميليشيات من تعز والقوات المسلحة في اتجاه محددة لقطاعات أو جبهات محددة مواجهة يعني مسلحة مع العدو. يعني بيكون الأمور إن شاء الله تمام إذا توفرت الإمكانيات. طيب نشرك معنا القائم بأعمال مدير شرطة تعز العقيد محمد المحمودي. أهلا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا أخي، تحياتي ومساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وكذلك مشاهديك الاعزاء. انت الان على راس الحمله الامنيه المكلفه من قياده محور تعز لضبط الوضع في مدينه تعز، ضعنا في صوره اخر ما قمتم به من اجراءات وكيف هو الوضع الان في المدينه؟ اليوم اجتمعت اللجنه الامنيه العليا وتم تكليفي بقياده الحمله الامنيه المشتركه بين الامن والشرطه العسكريه وقياده المحور وبعض الغاليه بإعادة الهدوء والسكينة إلى وسط مدينة تعز بعد الأحداث التي حدثت بين بعض الجماعات المنفلتة والمسلحة داخل المدينة. تم اليوم فتح جميع الطرقات وتأمين جميع المناطق، وكذلك تم تسليم عدد من المتهمين بهذه الأحداث، والآن هم موقفين في الشرطة العسكرية ونحن لا زلنا مستمعين لاستكمال الإجراءات. الآن احنا قررنا تشكيل لجنة تحقيق تحقق فيما حدث وطلب كل الاطراف التي تسببت خلال اليومين السابقين هذه الاحداث، ويجب ان توقف هذه الاحداث. احنا اكثر من مره حذرنا من هذا الوضع. الوضع كان في مدينه تعز، يجب على الدوله الشرعيه والتحالف ان يلتفت الى الجانب الامني ويدعم الجانب الامني اولا، ثانيا يجب استكمال دمج الفصائل المسلحه والمدنية داخل الجيش دمج حقيقي. طيب وايضا طيب هذه النقطة سأناقشها معك، لكن دعنا في الإجراءات التي قمتم بها. الآن تم تسليم بعض المتهمين كما قلت للشرطة العسكرية، هل بتسليم هذه الأطراف وتحديدا الآن على رأس القائمة غزوان المخلافي، هل انتهت المشكلة؟ هل عاد الوضع بشكل مستقر أم ما زالت هناك إجراءات يجب القيام بها حتى يتم استتباب الوضع داخل مدينة تعز؟ هي لم تنتهي المشكلة، ولكن أحداث اليوم انتهت تقريبا بهذا الشكل، ولكن الآن سيتم تشكيل لجنة تحقيق لطلب كل الأطراف التي شاركت والتي قامت بإطلاق النار وكذلك إغلاق سكينة مدينة تعز. طيب عندما تتحدث عن كل الأطراف، كنت طرحت هذا السؤال لعبد الرحمن صالح الناطق باسم كتاب أبو العباس بصفته كما يتم التناقل في وسائل التواصل الاجتماعي أنهم طرف فيما حصل في تعز، قال نحن طرف معتدى عليه من قبل غزوان المخلافي ومن معه، بالتالي وجهة نظرهم أن المشكلة انتهت بالقبض على غزوان المخلافي. عن أي أطراف تتحدث وإجراءات؟ عندما أتكلم عن الجميع التي محسوبة على غزوان المخلافي وكذلك الأطراف الأخرى المحسوبة على كتاب ابن العباس، إلى الآن لا أستطيع أن أحدد من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه إلا بعد أن يتم التحقيق في هذا الموضوع، وسيتم تحديد من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه وما هي أسباب هذه الأحداث المتكررة منذ فترة طويلة. هذه الأحداث ليست وليدة أمس أو قبل أمس، هي أحداث
متكرره لديها منذ فتره منذ اشهر، يجب ان يتم استئصال المشكله ويتم ان يتم تحديد كل ملابساتها وتحديد كل المشاركين في هذه الاحداث. ربما جذر من جذور المشكله هو الضعف الاداء الامني لجهاز الشرطه داخل مدينه تعز، هو الان الحلقه الاضعف ربما في ظل سيطرة الفصائل المسلحة وتنازعها للملف الأمني داخل المدينة. كتاب أبو العباس وصادق سرحان وغيرهم من القيادات العسكرية كلهم يرحبوا بموضوع أن تقوم الدولة بمهامها وأن يتم دمج الفصائل بشكل مسلح. أنت تطالب قبل قليل بدمج الفصائل المسلحة بشكل حقيقي، أين هي الحقيقة ولماذا هذا التشتت وهذه الفوضى داخل تعز، وأين ذهبت كل الجهود الماضية في سبيل وفي طريق دمج الفصائل المسلحة، وأين هي الحقيقة؟ يعني كل طرف يلقي ربما بالتهمة على الطرف الآخر. أنت يا أخي طرحت نبذة المشكلة، فعلا الحلقة الأضعف في هذه الساعة وساعات المعارك هو الأمن، الأمن هو الحلقة الأضعف. نطالب من الحكومة الشرعية والتحالف أن يدعم الأمن، الجبهة الداخلية مهمة جدا، ونحن في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان وتخاطبنا مع الكل بأنه يجب دعم الأمن، بدون أمن لن نحقق أي انتصار ولن نحقق أي إعادة دولة. الأمن هو الحلقة الأضعف في محافظة تعز، يجب التركيز عليه ودعمه كما دعمت الفصائل. الدعم كله يذهب إلى الفصائل والجيش الوطني، ولكن الأمن لا يدعم ومهمش تهميش كامل. إلى جانب أن الدمج، أنا أقول لك خلال منبرك الكريم وبالصدق وبكل حقيقة، الدمج لم يتم دمج حقيقي، لأنه بالدمج الحقيقي يجب أن يكون المسؤول عن الأسلحة المتوسطة والثقيلة هي قيادة الألوية، وليس الأفراد، وليس قادة المجاميع، وليس قادة الفصائل. اليوم استخدمت أسلحة ثقيلة ومواقع تبادلت إطلاق النار داخل مدينة تعز. طيب طيب أعود لعبد الرحمن صالح الناطق باسم كتاب أبو العباس، استمعت لحديث القائم بأعمال مدير شرطة تعز، إذا كان لك من تعليق فيما يخصكم مما قاله تجاه كتاب أبو العباس، ربما أشار لنقطة مهمة، استخدمت أسلحة ثقيلة داخل المدينة في هذه الاشتباكات التي حصلت. أولا أرحب بالوالد العزيز العقيد محمد المحمودي القائم بأعمال مدير العام. أقول صحيح هناك أسلحة ثقيلة استخدمت، لأننا عندما رأينا الطرف الآخر يحمل صواريخ حرارية، يحمل صواريخ لو، يحمل قناصات، يحمل يعني هذه الأسلحة كلها التي امتلكها، بماذا نواجهه؟ على العموم أنا أقول للأخ أو للوالد العزيز العقيد محمد المحمودي، والدي العزيز، نحن سندك في إدارة الأمن، نحن جزء من هذا الجيش الوطني، نحن جزء من الدولة في داخل محافظة تعز، نحن سندك في إثبات وتثبيت هذا الأمن داخل هذه المدينة. لن نكون عائقا أمام تحقيق هذا الأمن في هذه المدينة. طيب أننا سنكون عونا لكم. أما قضية ترقيب وما ترقيب وجيش وما جيش، نحن يا أخي العزيز بكتاب أبو العباس ننتمي إلى اللواء 35 مدرع، ونستلم رواتبنا من هنا ومرقبين وندفع. طيب هذا الانتماء شكلي، البعض يقول أن هذا الانتماء شكلي فقط لاستلام الرواتب، لا يوجد انصياع حقيقي وانخراط داخل اللواء 35 مدرع، أنتم تعملون ربما بشكل منفصل داخل هذا اللواء، ما ردكم؟ لا، نحن لا نعمل بشكل منفصل، الشيخ أبو العباس قائد الكتائب يتواصل مباشرة. طيب لا تعملون بشكل منفصل، تقول أنكم ربما استخدمتم أسلحة ثقيلة في المواجهات التي حصلت داخل المدينة لأنه الطرف الآخر لديه صواريخ حرارية، هل عندما سحبتم الأسلحة الثقيلة وذهبتم إلى داخل المدينة استأذنتم من عدنان الحمادي قائد اللواء، يعني أو كيف، يعني ما الذي حصل؟ لم يتم الاستئذان، ولكن لديه علم بما حصل لأفرادنا، يعني فرد من أفراد إذن هذه الكتائب. إذن لا تعملون ضمن اللواء، لم أنا ذكرت لك الموضوع من باب التشبيه، يعني حتى يعني أن تقول نحن نعمل داخل اللواء لكن سحبتم الأسلحة الثقيلة وذهبتم إلى داخل المدينة دون أي إذن، إذن أين هو الانخراط الحقيقي داخل اللواء 35 مدرع؟ يعني إذا كان بعمل واحد قد تقولون أن هذه الكتائب لا تعمل تحت إدارة قائد اللواء، فهذا غير صحيح. يعني بعمل واحد مثلا قد يكون فيه خطأ ونقول أن هذه الكتائب لا تعمل تحت إطار اللواء، غير صحيح. فأنا أقول هذه الكتائب منخرطة في اللواء 35 ولها اتصال مباشر مع قيادة اللواء وتستلم أوامرها من قيادة اللواء، إن حدث خطأ
حدث امر خارج عن اداره قائد اللواء 35 مدرع، فلا يكون هذا السبب في ان نقول ان هذه الكتائب لا تستمع او لا تنطاع لاوامر قائد اللواء 35. لا بالعكس، يعني امور قد تخرج عن السيطره في بعض الاحيان. طيب اعود لي العميد صادق سرحان. سياده العميد، الولد غزوان مخلافي من اين له صواريخ حراريه يتحرك داخل المدينه؟ مسؤوليتكم انتم في اللواء، وهل هذه المره ستكون هي الاخيره ام ربما هو اجراء لمصل حاله الغضب تسليم غزوان المخلافي؟ كنا نعتقد انه تم القاء القبض عليه من قياده محور تعز، لكن هو ربما التسليم ربما لامتصاص الغضب، هكذا البعض من المراقبين يرى ما حدث من اجراء بحق غزوان المخلافي. بالنسبة أنا سأوضح على ما قاله الأخ عبد الرحمن، إن أي صراع هو يكون بين طرفين، ما في أي مشكلة إلا يكون لها طرفين أو أكثر، فإيصال الأطراف بالكامل هذا شيء ضروري من أجل إنهاء المشكلة نهائيا. الثاني إن بالنسبة للقطاعات الوحدات، قطاعات ال 35 معروفة يعرفها. طيب سيادة العميد، مقتل اثنين من أبناء تعز وإصابة ثلاثة وترويع المدنيين داخل المدينة شيء بسيط بالنسبة لك؟ بالنسبة للصواريخ سيادة العميد، هذا ليس صحيح، ولن نسمع أنه أي صار خرج بصواريخ حرارية إطلاقا، بل تحركت المدرعات التابعة لأبو العباس إلى مقر قيادة اللواء وأطلقت النار في اتجاه القيادة وحصل اشتباكات. طيب يعني قبل ان اعود لي واختم مع القائم بعمل مدير شرطه تعز، الى اي حد انتم ملتزمين في اللواء 22 ميكا بما ستسفر عنه التحقيقات؟ احنا ملتزمين 100% باي اجراء قانوني، تحقيقات قانونيه ملتزم فيها والنفذ، واي فرد من 22 يعني يضبط بموجب القانون العسكري يعني. شكرا جزيلا لك العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا. قبل ان اعود للقائم بعمل مدير الشرطه، الاخ عبد الرحمن صالح الناطق باسم كتاب العباس، ذات السؤال، الى اي حد انتم ملتزمين بما ستسفر عنه تحقيقات الشرطه العسكريه والاجراءات التي ستتخذ لتهدئه الوضع في تعز؟ اخي العزيز، كما قلت سابقا، نحن جزء من الدوله، لن نخرج عن اطار هذه الدوله مهما جاءت أوامر من هذه الدولة، نحن نستقبلها. فلذلك هذه التحقيقات التي ستسفر عنها هذه المؤسسة الأمنية نحن سننطاع لها. طيب شكرا جزيلا لك عبد الرحمن صالح الناطق باسم كتاب أبو العباس. أختم مع القائم بأعمال مدير شرطة تعز العقيد محمد المحمودي، إذا كان لك من تعليق أخير على ما سمعت، وأيضا الآن هل هناك إجراءات قادمة ربما ستتخذ أم الأمور انتهت بتسليم غزوان المخلافي ومن معه؟ الإجراءات القائمة، نحن نطالب من قيادة المحور اللجنة الأمنية العليا الآن، نحن مستمعين ونطالب منهم بتفعيل الجانب الأمني بشكل كبير وواضح، كذلك إجراء قادة الأمنية، لأن كل قائد لواء يكون مسؤول عن أفراده وكذلك مسؤول عن السلاح المتوسط الثقيل، كذلك يجب أن عندما نقول دمج الكتائب، دمج الكتائب في الجيش الوطني، لا نتحدث إلا على جزئية أبو العباس. معظم الألوية لديها إشكالية في هذا الجانب، يجب إعطاء القوة والسيطرة لقائد المحور الرئيس الذي يعتبر القائد الأعلى لهذه الألوية حتى يستطيع أن يستكمل قضية الدم في جميع الألوية. يجب الألوية جميعا أن تخرج مخرج عسكري حقيقي، أن تخرج الناس الآن من مقاومة شعبية تنتصر وتخرجهم أفراد عسكريين منضبطين. طيب الآن نحن تحدثنا عن إجراءات تالية ربما لعملية تسليم غزوان المخلافي ومن معه، من سيتولى الموضوع؟ من سيتولى التحقيقات؟ هل هناك قضاء عسكري؟ الموضوع الآن في يد من؟ هناك لجنة تحقيق شكلت بعضوية كل من الشرطة العسكرية والاستخبارات وكذلك البحث الجنائي والدائرة القانونية في محافظة تعز. هذه اللجنة تحت إشراف مباشر من اللجنة الأمنية العليا. إذن شكرا جزيلا لك العقيد محمد المحمودي القائم بأعمال مدير شرطة محافظة تعز. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كونوا بخير.